هلا أصدقائي، شلونكم؟ سيف وياكم مثل ما عودكم أخبار جديدة، ويلا خلينا نبلش. يعد تحديث أندرويد 12 أحد أكبر تحديثات النظام الأساسي، وهو لا يزال نظام جديد للغاية، ولم يقم معظم مصنعي الهواتف الذكية بتحديث أجهزتهم إلى أندرويد 12. كانت هواتف بيكسل 6 من جوجل هي أول من حصل على التحديثات جوجل، تعمل بالفعل على أندرويد 12L الذي يهدف إلى الطي لتسهيل استخدام الهواتف القابلة للطي وغيرها من الأجهزة ذات شاشة كبيرة. وفي نفس الوقت إصدار كبير التالي أندرويد 13 تم تسريبه بالفعل بواسطة XDAD وكشف عن لقطات الشاشة بإضافة إلى مميزات جديدة التي ستصل مع التحديث. يؤكد XDA أنهم واثقون من صحة لقطات الشاشة وسترافق الميزات بالفعل في الإصدار الأخير من أندرويد 13. أولا، سيكون لنظام أندرويد رسم ساعة جديد. كما ترى أندرويد 12 تحتوي الساعة على تخطيط من سطرين يتحول إلى سطر واحد عند وصول الإشعار، ويعود تخطيط سطرين إلى الوراء عند مسح الإشعارات. باستخدام أندرويد 13 ستتمكن من تعطيل تخطيط الساعة المكون من سطرين تماما، والاحتفاظ بالتخطيط أحادي السطر بشكل دائم كما ترى. ثانيا، لغات التطبيق. ترى الآن إذا قمت بتغيير لغة الأندرويد في الإعدادات فسيتم تطبيقها عالميا كافة الجهاز، لا يوجد إعدادات يمكن من خلال تغيير لغة تطبيق فردية. نتيجة لذلك يجب على المستخدمين الذين يتحدثون لغة واحدة اختيار لغة واحدة ويشعر فيها براحة أكبر، بالإضافة إلى جميع التطبيقات والخدمات المحملة بهذه اللغة وحدها. ولكن مع أندرويد 13 سيكون المستخدمين قادرين على اختيار لغة عالمية لواجهة المستخدم والقوائم، وأيضا لغات مختلفة للتطبيقات مختلفة حسب ما يناسبهم، وهذه ميزة جيدة وأعتقد هذه ميزة تناسبني. ثالثا، هو إذن وقت تشغيل الإشعارات. كما نرى يمكن للتطبيقات على هاتفنا إرسال الإشعارات كما يحلو لها، البعض منها أسوأ لدرجة أنهم يرسلون 10 إلى 20 إشعار في اليوم، على الرغم من وجود خيار في الإعدادات إيقاف حدود ذلك. لا يدرك جميع المستخدمين هذا الخيار، ولكن مع إذن وقت التشغيل على الأندرويد 13 يجب أن تكون قادرا على إخبار التطبيق ما إذا كان يمكن إرسال إشعار إليك أم لا، تماما كما يمكنك الآن تحديد ما إذا كنت تريد أن يتمكن التطبيق من وصول إلى الكاميرا أو الميكروفون. وأخيرا، سيعمل أندرويد 13 على تحسين دفق صوت عبر بلوتوث بشكل كبير، وستدعم تقنية بلوتوث لو انيرجي أوديو التي ستوفر عمر بطارية أكثر بشكل كبير واتصالا أكثر استقرارا، كل هذا دون انخفاض في جودة الصوت، بالإضافة إلى أنه سيوفر أيضا تدفقات متعددة العديد من أزواج السماعات الرأس، كما يجعل من السهل مشاهدة المقطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء مباشرة من هاتفك أو جهازك اللوحي. وهذه ليست سوى بعض المميزات، سوف نكشف المزيد للأشهر القادمة. كتبولي بالتعليقات شنو رأيكم، ولا تنسى تفعيل زر الجرس والاشتراك ليصلك كل جديد، وأشوفك بالفيديو الجاي. باي.